عشان ما اصفق رح علمكم خلطة سهلة وسريعة لتبييض البشر. نحنا عايزين ملعقة حامض كبيرة، ملعقة عسل كبيرة، ملعقة لبن كبيرة فينا ننقيها حيلا نكهة كرمال الريحة، ملعقة حليب كبيرة. نخلط كل المكونات مع بعض. على الوجه من دون ما نقرب ولا على العيون ولا على الشفاف. بنصحك تطبقيها من مرتين لثلاث مرات اسبوعيا حسب قد ايه بشرتك دايمه. بعد ربع ساعه بننظف الوجه بالماء بهالطريقة من جوا لبرا كرمال ما نعمل تجاعيد للوجه. من نتيجة إضافية ما تنسي تستخدمي كريم مرطب اليوم.